اسمعيني، انا الليله ما حقدر اجي الغدا، اخدي لي اذن. طيب يا وليد، سبب الإذن شنو؟ ساره، ساره انت ليه بتعامليني كده؟ انت ناسي انه انا زوجك؟ وليد، الشغل شغل، وانا كسكرتيرة العائله حفاظا على اللوائح والقوانين ما بدي اعمل اي زل ولا حتى نفسي. والماده يا اخي حافظ الصم ذاته اكثر من اسمي، بس في سبب يمنعني انه الليله ما اجي الغدا، لانه ماشي عمل خير، وانا بفتكر انه العائله ما بتقف ضد عمل الخير، ولا شنو؟ ايوه يلا، انت كده ادتني سبب مقنع مستحيل ابوي يرفض. بالتوفيق ان شاء الله. اللهم امين. ساره تفضلي، دي استماره مليت اقولها انا. ممتاز، يلا عين ارفع لامي عشان ترفع لابوي طوال. شكرا. عفوا، عاوز حاجه تانية يا ياسر؟ لا لا، بس وليد ماله؟ طبعا وليد اصلا. انت مالك؟ امشي جيب لي قهوه. امشي شنو؟ جيب لي قهوه. انا اجيب لك قهوه؟ انت ناسي انه انا حانزل اجازه ولا شنو؟ ياسر، الورقه في يدك للان ما وقعها، حتجيب لي قهوه ولا ارفع عليك تقرير؟ لا 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 دقيقه، ما انا كنت مستعجله كده ساره. اجيب لك بهبهان ولا بدواء؟ بدون هبهان. بدون هبهان ولا بدواء؟ خالي دواء. خالي دواء ولا هبهان؟ ياسر مضطهد انا في البيت ده، مضطهد يا اخي.